بعمرها ما كانت الدنيا لون واحد، هي ألوان وأيام، يوم حلو ويوم مر. بس اللي بفاجئني تلون بعض الناس باليوم 1000 مرة. ليه؟ بعضهم بيقابلوك بحرارة وبيعانقوك بكل ود، وأول ما تدير ظهرك بيحكوا عليك وبيحشوا فيك وبيخترعوا عنك أشياء أبعد ما تكون عنك، تحس إلهم طار معك رغم أنك ما عملت معهم أي شيء غلط. يا أخي إذا كرهت اكره بشرف، كن واضح بكراهيتك ولا تكون منافق متلون. أحياناً بتحس البعض بيكرهوك لمزاياك مش لعيوبك، بيكرهوا تميزك، شكلك، بيكرهوا محبة الناس لك، بيكرهوا أي شيء منيح بيصير معك، يمكن لأنهم محرومين من هالشيء، ويمكن هذا طبعاً مش أكثر.